السلام عليكم. اليوم راح نكمل الـ Equity Investments إن شاء الله. أخذنا بالسابق خلصنا الـ Debt Investments كاملة، اليوم راح نبلش بالـ Equity Investments. الـ Equity Investments عبارة عن بحكي لي هنا الـ Equity Investments represent إنه الاستثمار في الأسهم يمثل الـ Ownership Interest اللي هي مصلحة الملكية، مثل الـ As such as Ordinary Preference or other capital shares، يعني مثل الأسهم أو الدينر للأسهم. The preference بتكون الأسهم التفضيلية أو المميزة، or other capital shares أو غيرها من أسهم رأس المال. طيب هون الإشي المهم بحكي لي إنه التكلفة تشمل purchase price of the security اللي هي سعر شراء الورقة المالية، والbrokers commissions and fees are recorded as expense. تمام؟ يعني يتم تسجيل العمولة والرسوم يتم تسجيلها كمصروفات للوسيط. تمام، ما علينا من هذا الحكي. هسه ايش مهم، احنا هسه هون بدنا نيجي نحكي عن درجات التأثير في الشركة او درجات الاستثمار في الشركة. هسه احنا في الايكويتي انفستمنت راح ناخذ اشيين، بس نوعين. راح ناخذ اقل من 20% اللي هي هاي، اقل من 20%. تمام، ورح ناخذ بين العشرين، هاي بين العشرين وبين الخمسين، يعني رح ناخذ بس نوعين. تمام، اللي هو اقل من 20%، ورح ناخذ بين العشرين وبين الخمسين. طيب هسه انا المفروض مني اعرف درجة التأثير اللي هو level of influence. درجة التأثير يعني اذا كان انا كنت مستثمر في شركة اخرى، تمام، بس نسبة استثماري في الشركة الأخرى 20 أو أقل من 20%، تمام، راح تكون نسبة تأثيري في هذه الشركة راح تكون little or none. تمام، راح تكون little or none أو insignificant، راح تكون ضعيفة. تمام، ما إلها تأثير، insignificant أو little or none. تمام، أما إذا كنت أنا مستثمر في شركة يعني نسبة استثماري فيها يعني بدك تحكوا من فوق 20% لغاية 50%، راح تكون إيش؟ راح تكون significant. significant يعني بشكل يعني تأثيري قوي في الشركة. تمام. هسه valuation methods. valuation methods اللي هي طريقة التقييم أو يعني كيف راح أقيمها. هسه أقل من 20% راح أقيمها عن طريق fair value. تمام، وبين 20% و50% راح اقيمها عن طريق شيء اسمه equity methods. هسه اعلى من 50% مش راح ناخذها، راح ناخذها في الادفانس. هاي هسه شغلي كلياته راح يكون على less holding less 20% او between holding between 20% and 50%، بين 20% و50% واقل من 20%. طيب نروح هسه على الصفحة اللي بعديها، حاطين لي هون الكاتيجوري الـ holding less than 20%، اللي أقل من 20%. اللي أقل من 20% هسه إحنا حكينا رح نأخذ نوعين، أقل من 20% وبين 20 وبين 50. اللي أقل من 20% رح نأخذ فيه نوعين بسيطات، في نوع منه أخذنا وفي نوع يعني ما فيه شيء سهل كثير، اللي هو trading. واحد اللي هو تريدينج اللي أقل من 20% راح نأخذ إشي فيه اسمه تريدينج. تمام، تريدينج، وإشي اسمه نون تريدينج أوبشن. طيب طريقة التقييم بالتريدينج راح تكون بالفير فاليو، طريقة التقييم بالنون تريدينج أوبشن راح تكون نفس الإشي بالفير فاليو، أما الاختلاف بيناتهم راح يكون بالأنريلايزد هولدينج جين أور لوس. أنا بعرف إنه التريدينج وين بسجله، بالنت إنكم، بالأنريلايزد holding gain or loss، فبدي يكون بالnet income أو income statement. أما بالnon trading اللي هي هاي non trading، تمام، راح تكون recognized unrealized holding gain or loss بال other comprehensive income أو بالequity، يعني هاي بالequity وهاي بالnet income. أما holding between 20% and 50% راح تكون evaluation لإلها في الequity methods، يعني راح أقيمها بطريقة الequity methods. أما الـ Unrealized Holding Gain or Loss راح تكون Non-Recognized أو Not-Recognized. نروح على الصفحة اللي بعديها، راح نقول هسا الأقل من 20% مباشرة Held for Trading.
هسه رح ناخد عن التريدينج، حكينا نفس الاشي لخص لكم اياه في الجدول وبرجع بلخص لنا اياه هون. بحكي لي الانفستمنت فاليو ات فير فاليو، رح اسجلها بقيم بالفير فاليو، رح اقيمها. والانريلايزد جين اور لوس رح تكون بالنت انكم، تمام. اما النون تريدينج رح تكون نفس الاشي، الانفستمنت رح يكون فاليو ات فير فاليو، ورح يكون الانريلايزد جين اور لوس رح يكون بالاذر كومبريهنسيف انكم او وين في الايكويتي، تمام. نبلش في السؤال الأولاني. إحنا راح نأخذ بداية على طريقة التريدينج، في طريقة التريدينج، تمام. الإيكويتي إنفستمنت بالتريدينج اللي هو بالإنكم. السؤال الأول بحكي الستريشن نوفمبر 3 2019، ريبابليك أس إيه بيرتشيز، شركة ريبابليك اشترت بيرتشيز أورديناري شير، اشترت أسهم. كلمة أورديناري شير أخذناها في بداية في الإيكويتي إنفستمنت، حكينا such as ordinary and preference and other capital share، صح؟ كلمة ordinary share هنا بتدل إنه إحنا بنتعامل بالإيكويتي إنفستمنت، تمام؟ بحكي لي of three companies، تمام؟ لثلاث شركات each investment representing less than a 20%، يعني كان استثماري نسبته أقل من 20%، إذن راح تكون held for trading هون، حكي لي، تمام. هي الشركات هي البربري، نستلي والبلوب كومباني، تمام. هاي كل واحدة كم الكوست تبعتها؟ 259,700 317,500 141,350، تمام. إذا بجمع الكوست كامل بيطلع عندي 718,550. نروح الصفحة اللي بعديها. هسا هنا بالعادة بدي أكتب قيد الاعتراف. قيد الاعتراف مهم، هو بيحكي لك إنه قيد الاعتراف اللي هو في بداية السنة، تمام. هي اصلا هو حكي لك في بداية نوفمبر، بثلاث نوفمبر 2019 اشترى هو، فانا بما اني اشتريت ordinary share بدي اعترف فيهم اني اشتريتهم، صح؟ فانا بدي اكتب قيد الاعتراف لقيد الشراء. شو رح يكون؟ اللي هو انا اشتريت investments، صح، ودفعت cash، مزبوط. فرح يكون عندي equity investments بالكاش بمقدار 718,550، والكاش رح يكون عندي بالكريدت ب 718,550. هاي قيد الاعتراف، اسمه قيد اعتراف اني انا اشتريت اسهم. السؤال الثاني رح يجينا انا اكتب ثلاث قيود، تمام. يعني ممكن قيد استلام، قيد الاعتراف، قيد استلام الديفيدند ريفينيو مثلا، وقيد انه اذا كان في جين ولا لوس. هسه بنشوف كيف. بحكي لهم on December 6 2019 Republic received the cash dividend. أنا استلمت هنا cash dividend بقيمة 4200. طبعا الديفيدند أجا هاي من شركة نستلي، تمام. فإيش راح يكون قيد استلام الديفيدند؟ بما إنه وزع أرباح أكيد راح استلم كاش. أنا الشركة اللي مستثمر أنا فيها وزعت أرباح، أنا راح استلم ساعتها كاش. رح يزيد عندي الكاش بمقدار 4200، ورح يزيد عندي إيش اسمه dividend revenue في 4200، تمام؟ طيب نروح الصفحة اللي بعديها. بيحكي لي هنا at December 31 2019 Republic's equity investment portfolio has the carrying value and the fair value shown. طيب ما في مشكلة. هنا بيحكي لي الشركات الثلاث هذول معطيني اياهم الكارينج فاليو اللي هن الامورتايزد كوست او الكارينج فاليو 259,700 317,500 141,350، والفير فاليو لكل وحده. طبعا هون في جين، هون في خساره، وهون في خساره. بالنهايه نتج عنا في خساره بقيمه 35,550، تمام. فهي الخساره اذا بدي اسجلها في قيد ال 35,550 هي تعتبر لوس، تمام. بما انه طلع عندي لوس راح يكون عندي الـ unrealized gain or loss بالإنكم، راح تكون في الدبت بالإنكم لأنه أنا بحكي عن trading، تمام. والـ fair value adjustment راح تكون وين؟ في الكريدت بقيمة 35,550. مثلا لو كان في gain راح أعكس بس القيد، لو كان في gain عندي بقيمة 35,550 راح أحط fair value adjustment وين؟ في الكريدت، عفوا في الدبت، وراح أحط الـ unrealized holding gain or loss بالإنكم. وين راح أحطه؟ أحطه بالدبت، بالكريدت. هسه راح يجينا سؤال عن إذا كان جين كمان إن شاء الله. طيب هنا سؤال كثير بسيط، بحكي لي إنه أنا كشركة ريبوبليك بجانيوري 23 2020
Republic sold all of its Burberry ordinary shares. بعت جميع الأسهم اللي بشركة بربري اللي أنا مستثمر فيها، بعتهم أنا بقيمة 287,220. أنا بعت بقيمة 287,220 اللي هي اسمها net proceeds from sales. طيب بدي اياكم تعتبروا انه هاي اللي هو سعر البيع صح، اللي هو الفير فاليو. بدي اياكم تعتبروا هاي الكوست اوف بربري شيرز اللي هي الكوست تبعتها، هي مكتوبه هون 259,700 الكوست تبعت الشركه هاي، فبدك تعتبروها انه الكارينج فاليو. فانا احنا حكينا اذا كان قيمه الفير فاليو اعلى من قيمه الكارينج فاليو فرح يكون عندي جين هي بقيمه 27,520، يعني كان عندي سعر البيع أو سعر البيع كان أعلى من التكلفة، فرح يكون عندي جين بقيمة 27,520. فأنا بس بدي أكتب القيد هون، رح أكتب كاش لأني أنا بعت بقيمة 287,220. أنا بعت كاش بقيمة بالدبت بحطه بقيمة 287,220. طبعاً إيش اللي بعته؟ أنا بعت أكيد equity investments صح؟ بعت equity investments رح أقلل وين الكريدت بقيمة 259,700 صح، وعندي gain on sale investments اللي ربحتهم 27,520 في الكريدت. هيك بيكون 100% صحيح. هاي ايش متى بكتب هذا الاشي؟ بكتبه gain on sale او loss on sale، راح اكتبه بس يوم ابيع انا، يوم ابيع انا نسبة تملكي في الشركة الاخرى. تمام. وروح السؤال اللي بعديه، بالنهاية انا بدي النهاية، طلعوا هنا مثلا شو حاطين لي؟ حطيل 101,650 يعني gain. فقيد الجين راح يكون كيف؟ fair value adjustments بالdebt و unrealized holding gain or loss بالincome راح يكون بالcredit، زي هيك بنفس القيمة. هاي هو في حالة الجين، واخذنا في حالة اللوس، واخذنا كيف بيكون في حالة البيع. طيب هسا equity investments non trading، راح نحكي عن non trading. هسا بحكي لي هون السؤال الأول، بحكي لي مباشرة illustration on December 10, 2019 Republic SA purchased 1,000 ordinary shares of Hawthorne Company for 20.75 per share. تمام، يعني total cost 20,750. إذا ما جاب لي total cost كم، سهلة أنا بطلع عن طريق بضرب الألف ب 20.75 بطلع عندي 20,750. بس هون مريحكم يعطيك إياها ما في مشكلة يعني. طيب وبعدين بحكي لي the investments represents less than 20% interest، يعني بحكي لي نسبة تملكه الشركة أقل من 20%. تمام. طيب بدنا نكتب قيد الاعتراف، يعني إحنا هاي سؤال جديد، بدنا نكتب قيد الاعتراف. قيد الاعتراف دائما بيكون بالكوست، يعني رح يكون قيد الاعتراف نفس الإشي equity investments للكاش بقيمة 20,750 باسم الشركة، طبعا بكتب اسم هاوثرن. طيب هسا ممكن لو ما كتبتش اسم الشركة ينخصم لك بجوز نص علامة بس، وممكن ما ينخصم لك، بس انه الأحسن انك تكتبها. هون الكاش 20,000 الكريدت 750 لأني أنا اشتريت، راح ينقص من الكاش. طيب السؤال اللي بعديه راح يكون on December 27, 2019 Republic received a cash dividend of 450، يعني وزعوا أرباح بقيمة 450 on its investments in the ordinary shares of Hawthorne Company. طيب كيف راح يسجله؟ دائما قيد توزيع الأرباح سهل وثابت، راح يكون كاش لأني راح استلم 450 بالدبت، وراح يكون عندي dividend revenue في الكريدت بقيمة 450. تمام؟ هيك خلصنا. وهون نروح على السؤال اللي بعده. At December 31, 2019 Republic investments in Hawthorne has the carrying value and fair value shown. معطيني هنا شركة Hawthorne Company carrying value. carrying value كم؟ 20,750 معطينا إياها، والfair value معطيني إياها 24,000. تمام. فقيمة الfair value أعلى من قيمة carrying value، في ربح عنا رح يكون أكيد بقيمة 3,250، فرح يكون عندي إيش؟ equity investments. هسا بدي أحكي لكم شغلة. هلا في حالة non trading، تمام، في حالة النون تريدينج، هسه في حالة النون تريدينج ما بكتب fair value adjustment. تذكروا الفير فاليو اوبشن كان حالة خاصة، ما كتبت فيه كمان fair value adjustment، كتبت فيه debt investment صح، لل unrealized holding gain or loss حسب اذا كان عندي gain ولا loss. هسه في حالة النون تريدينج في الايكويتي انفستمنت كمان حالة خاصة،
في بس يطلع عندي gain أو loss، بس بدال الـ fair value adjustments بكتب equity investments مع اسم الشركة، بما إنه gain بدلته بـ equity investments بـ 3250 في الـ debt، والـ unrealized holding gain or loss بالـ equity لأنه non-trading أكيد رح يكون 3250، تمام؟ يعني بس إنه هاي حالة خاصة بدال الـ fair value adjustments، بس في حالتين الـ fair value option، fair value option بحط debt investments ومع اسم الشركة، أما في حالة الـ non-trading بالـ equity investments بحط بدال الـ fair value adjustments equity investments مع اسم الشركة، والـ unrealized holding gain or loss بالإيكويتي ثابت لأنه بالنون تريدينج. هناك راح يكون بالإنكم، ليش؟ لأنه بالفير فاليو أدجستمنت، عفوا بالفير فاليو أوبشن راح يكون بالإنكم. هون وين راح أسجل مثلا الإيكويتي انفستمنت؟ أكيد راح أسجلها بالإنفستمنت، باللونج تيرم انفستمنت، بالستيتمنت أوف فاينانشال بوزيشن نون كارنت أسيتس. الإيكويتي راح تتسجل فيها اللي شيء اسمه أكيوميليتد أذر كومبريهنسيف جين لأنه عندي جين، والديفيدنت ريفينيو بالأذر إنكم أند إكسبنس بالإنكم ستيتمنت، والunrealized holding gain راح يتسجل بالother comprehensive income بالincome statement. هون بحكي لي انه fair value of Hawthorne equity investments في نهاية سنة 2019 كان 24,000، تمام؟ أدى بنهاية سنة السؤال بحكينا فوق، عفوا on December 20, 2020 Republic، شركة Republic اللي هي شركتي مثلا، باعت جميع باعت all of its Hawthorne company ordinary share receiving. استلمت كم؟ حكى لي انه باعت واستلمت 22,500، تمام؟ طيب وانا بعرف انه شركة Hawthorne الفير فاليو لها كم كان؟ 24,000 في سنة 2019. طيب انا بعتها ب 22,500 صح؟ يعني انا بسنة 2020 انا بعتها بقيمة 22,500، يعني أنا بعتها أقل من تكلفتها، تكلفتها عليه كانت ب 2019 24,000، أنا بعتها في السنة المقبلة ب 22,500، فأكيد رح يكون عندي unrealized holding loss equity. طبعا أنت بجوز تحكوا ليش مش حاطين أسهم، أتوقع في غلط لأنه لازم يحطوا أسهم هون، لأنه أصلا حاطين لهون unrealized holding loss، عندي خسارة بمقدار 1,500، تمام؟ فهسا إحنا بدنا نكتب شو؟ بدنا نكتب كم كانت مقدار الخسارة أو قيد الخسارة كم؟ رح يكون بما انه خساره رح يكون نون تريدنج، رح يكون unrealized holding gain or loss بالايكويتي ب 1500 لشو للايكويتي انفستمنت هاوثرون بال 1500 برضه، تمام؟ هاي بالنون تريدنج انسوا شيء اسمه fair value adjustment، بس ايكويتي انفستمنت مع اسم الشركه اللي انا مستثمر فيها ب 1500. فهمتوها هاي؟ تمام 100% ان شاء الله. طيب طبعا هذا القيد هون رح انا مش بعت شركة هاوثورن مثلا اسهمي فيها، قيد البيع رح يكون انا استلمت 22,500 الكاش 22,500 وبعت استثماري ايكويتي انفستمنت رح قلله ب 22,500. هسه عن بدنا نتحدث عن اخر موضوع في التشابتر اللي هو الholding between 20% and 50% and 50% اللي هي النسبة اللي بتكون بين 20% و 50%. احنا بنحكي هنا عن valuation اللي هو equity method، تمام؟ تمام. طيب هسا انا يعني حطيت لكم هاي issuance share net income الكاش dividend والshare dividend وعلاقتهم بالequity. هسا بدنا نحكي ليش انه حطينا الرسمة هاي وشو علاقتها بدنا نعمله. هسا مجرد ما فهمت الرسمة هاي راح تحل. طبعا اسهل اشي اللي هو الهولدنج بتوين 20% and 50%، هذا اسهل اشي. مجرد ما فهمت الرسمة هاي راح تفهم يعني الموضوع كامل. طيب شو معنى issuance share؟ issuance share معروف اصدار الاسهم، تمام؟ هسا انا يعني حط لك اصدار الاسهم issuance share وعلاقتها بالايكويتي، النت انكم بيان الدخل وعلاقته في الايكويتي، الكاش ديفيدنت اللي هو توزيع الارباح وعلاقته في الايكويتي، والشير ديفيدنت وعلاقته في الايكويتي، تمام؟ هلا انا حاط لكم اسهم على الجهه الشمال هون، تمام؟ بدي احكي لكم هلا شو معناهم. هلا انا يوم ما اشتري استثمار، تمام؟ يوم ما انا اشتري استثمار في شركه اخرى
او انا اصدر اسهم او اصدر يعني اشتريت استثمار جديد، صح؟ يعني زي بدي احكي لكم زي الجورنال انتري مثلا، مش شو بدي اثر على الايكوتي تبعي؟ انه رح يزيد استثماري. ليش؟ لاني انا اشتريت استثمار جديد، ايشونز شير اللي هو اصدار الاسهم، تمام؟ انا يوم اصدر اسهم جديده في شركه جديده، اني اشتريت استثماري في شركه جديده، تمام؟ ايش بده ياثر على الايكوتي؟ بده ياثر على الايكوتي انها بده يزيدها انكريز، تمام؟ الايشونز شير بده يزيد الايكوتي تبعي اصدار الاسهم. طيب النت انكم، والمقصود بالنت انكم هون انه الشركه اللي انا مستثمر فيها يوم تيجي تعمل انكم ستيتمنت وتورجيني مثلا انا احنا شو ربحنا وشو خسرنا مثلا، تمام؟ كم يعني ربحنا وهيك، فهذا رح ياثر على الايكوتي عندي بمقدار يعني زياده، رح يصير في عندي انكريزنج برضه في النت انكم، رح يكون في عندي انكريز، وفي الايشونز شير رح يكون عندي انكريز وعلاقته مع الايكوتي، تمام؟ طيب هسه بس يصير في كاش ديفيدنت يوم يوزعوا ارباح، تمام؟ يعني يعمل كاش ديكلارد ويعملوا توزيع ارباح، بس انا بدي اخذ نسبتي. مثلا انا قديش مستثمر في الشركه الثانيه، انا مستثمر فيها لازم يكون نسبه من 20% لغايه 50%، حسب النسبه اللي انا مستثمر فيها انا باخذ مثلا توزيع الربح حسب النسبه اللي انا مستثمر فيها. يعني ها الكاش ديفيدنت راح ياثر على الايكويتي، راح ياثر ديكريز يعني في نقصان، تمام؟ لانه الديفيدنت موجوده في الايكويتي اكيد، موجوده بالريتيند ايرنينج، فراح تقلل هذا الشيء، فراح ياثر على الايكويتي في النقصان، تمام؟ اما اخر شيء الشير ديفيدنت ما بياثر شيء على الايكويتي، تمام؟ بس انه اللي بياثر انكريز اللي هو الايشونس شير والنت انكم، بيعملوا انكريز علاقتهم في الايكويتي، انكريز بتكون زياده، وعلاقه الكاش ديفيدنت يوم ادفع ديفيدنت راح تكون بنقصان، رح تأثر بديكريز بالإيكوتي، أما الشير ديفيدنت رح تكون ما بتأثر ولا بتعمل إشي. كيف يعني إيش هذا الحكي اللي حكيناه هسه رح نفهم عن طريق الأمثلة، تمام؟ طبعا هذا الحكي اللي موجود هنا تلخيصه يعني زي اللي حكيت لكم إياه هسه. هسا انتوا لا تطلعوا على الجهة اليمين، عفوا اللي على الجهة الشمال لا تطلعوا عليها. هاي هنا بقارن بين الفير فاليو ميثودز وبين الايكويتي ميثودز. احنا اللي بهمنا الايكويتي ميثودز، يعني احنا بهمنا السؤال هذا بالقيد هذا، تمام؟ القيد هذا بهمني والقيد هذا بهمني والقيد هذا والقيد هذا، تمام؟ هسا بس خليني احط خط عشان يكون فاصل. طيب يعني هسه انا اللي بيهمني الجهه هاي ما بتهمني، تمام؟ بس انه عشان الجهه هاي هيك وهاي هيك، طيب هاي هيك، تمام. هسه اللي بيهمني انا الجهه اللي على اليمين، تمام؟ اطلعوا اللي على الجهه اللي على اليمين. خلينا نقرا الاسئله. بيحكي لك السؤال الاول ان اون جانيوري 2019 ماكسي كومباني اكوايرد 48000 شيرز 20% اوف ميني كومباني اوردينري شير ات ا كوست اوف 10 اشير. شو معنى هذا الحكي؟ معناه انا شركتي اسمها ماكسي كومباني، تمام؟ اشترت شيرز بمقدار 48000، اشترت يعني النسبة اللي احنا اللي اشترت فيها هي 20%، هي النسبة اللي اشترت فيها 20%، تمام؟ انا استثمرت في شركة ميني كومباني بنسبة 20%، فيوم عملت ال 20% هاي، تمام؟ طلعت مباشرة عندي ايش؟ 48000، تمام؟ هاي النسبة طلعت عندي 48000. طيب هسا إذا بضرب أنا شو اشتريت؟ قديش القيمة؟ 48000 اللي هي نسبة 20% في ميني في شركة ميني كومباني، تمام؟ طلعت 48000. إذا بضرب ال 48000 هاي في الكوست في التكلفة عشان أطلع كم يعني كاملة يعني هاي تكلفة السهم الواحد، هاي الأسهم كلهم 48000 سهم عندي، فبضرب كل سهم يعني بمعنى 48000 هدول بضربهم بالعشرة بيطلع معي عندي 480000 سهم، تمام؟
عفوا 480 ألف اللي هو سعر الأسهم. فأنا بما إني قال لي acquired، هيو كلمة acquired يعني اشتريت، تمام؟ أنا اشتريت بمقدار 48 ألف، فالثمانية وأربعين ألف بضربها في نسبة الكوست لكل سهم بطلع 10، فبضربها بطلع عندي 480 ألف. إيش بعمل؟ بكتب قيد الاعتراف إني أنا إيش issuance، مش حكيت لكم قبل issuance share، issuance share إصدار الأسهم أو شراء الأسهم. أنا هسه اشتريت أسهم، هون أصدرت أسهم، بمعنى شو بتأثر على الإيكويتي؟ حكيت لكم إنها بتأثر على الإيكويتي، إنها بتزيد الإيكويتي. فبما إنه بتزيد الإيكويتي فإيش بدي أعمل؟ بدي أزيدها. فإيش بما إني أنا اشتريت أكيد دفعت كاش، رح ينقص الكاش تبعي للي دفعت، رح ينقص وين؟ في الكريدت، ورح يزيد استثماري اللي أنا اشتريته وين؟ في الدبت. فرح يكون عندي القيد equity investments بقيمة 480 ألف للكاش بالكريدت بقيمة 480 ألف. الإشوان شير علاقتها أني أنا اشتريت أسهم فبعترف فيها بالجورنال إنتري، فبتأثر على equity بمقدار الزيادة، تمام؟ السؤال الثاني بيحكي لك for the year 2019 ميني كومباني، هي شركة ميني كومباني اللي أنا مستثمر فيها، تمام؟ حكيت reported، هترى كيف reported net income، اطلع على كلمة net income لأن قبل شو حكيت لكم بالرسمة إنه net income إيش بتأثر على equity، حكيت لكم بتأثر بمقدار increase، بتأثر بمقدار الزيادة. فالnet income بحكي لك reported net income of 200 ألف، بحكي لي maxi company is طيب بتحكي لي إنه شركة maxi company إلها نسبة 20%، تمام؟ اعتبروا إنه ما في 40 ألف، تمام؟ طيب انا حكولي انه النت انكم طلعته شركه ميني كومباني اللي انا مستثمر فيها بقيمه 200 الف طلع. طب اذا هسه اذا بعمل انا قديش مستثمر بشركه ميني كومباني؟ مستثمر بقيمه 20%. طيب اذا هسه بدي اطلع قيمه استثماري انا 200 الف بضربها في ب 20% بيطلع عندي كم؟ 40 الف. فهي قيمه ال 40 الف اللي هي النت انكم تبعي، تمام؟ هاي النت انكم تبعي. فانا شو بعمل؟ أنا حكيت لكم إنها بتزيد، صح؟ يعني بتأثر على الإيكويتي إنها بزيادة، فبخلي الإيكويتي إنفستمنت يعني بالدبت نفس ما هي بس بقيمة 40 ألف، وبحط إشي اسمه إنفستمنت إنكم لأنه أنا بحكي عن النت إنكم، فإنفستمنت إنكم في الكريدت في قيمة 40 ألف. يعني أنا يوم حكيت لكم إنه الإيشوانز أوف شير والنت إنكم بيأثروا على الإيكويتي بالزيادة، طلعوا الإيكويتي إنفستمنت، والإيكويتي إنفستمنت بالسؤال الثاني ضلوا في الدبت لأنهم بيأثروا على الإيكويتي بمقدار الزيادة. هسا وبما إنه أنا بحكي عن السؤال الثاني عن النت إنكم، أكيد رح يزيد الإنفستمنت إنكم تبعي بالكريدت لأنه الإنكم عبارة عن ريفينيو، والإنكم بيزيد وين؟ في الكريدت، فرح يزيد بنسبة 40 ألف. السؤال الثالث هذا نو انتري، يعني ما لهوش دخل بالليش اللي بنحكي فيه. السؤال الرابع، السؤال الرابع بحكي لك اون جانيوري 28 2020، بحكي لي ميني كومباني، بمعنى ميني كومباني اعلنت ودفعت كاش ديفيدنت بمقدار 100 ألف. طبعا انا كم الي نسبه؟ 20%، فبضرب ال 100 ألف هاي ب 20%، كم بيطلع لي نسبه ارباح الي؟ 20 ألف، مزبوط؟ فال 20 ألف هاي الموجوده في السؤال هنا، انا شو حكيت لكم؟ حكيت لكم انه الديفيدند كاش ديفيدند بتاثر على الايكويتي بمقدار النقصان، مزبوط؟ طيب احنا بكل مره وين كانت الايكويتي انفستمنت؟ بالدبت. وبما انه بتاثر الكاش ديفيدند بياثر على الايكويتي انفستمنت او الايكويتي بمقدار النقصان، وين صارت الايكويتي انفستمنت؟ طلعوا من الدبت تغيرت للايش؟ للكريدت، صارت بالكريدت بمقدار 20 ألف الربح، تمام؟ لانه بياثر عليها في نقصان، في ديكريز، تمام؟ اما الكاش لان انا اكيد استلمت كاش، انا وزعوا الشركه اللي انا مستثمر فيها وزعت ارباح، فانا راح استلم الربح، فبس استلم وراح ازيد الكاش عندي بمقدار 20 ألف في الدبت، وراح ينقص الايكويتي انفستمنت لانه الكاش ديفيدند بياثر حكيت لكم على الايكويتي انفستمنت بمقدار النقصان، يعني ديكريز. فبما انه نقصان كاش ديفيدند بياثر على الايكويتي، فاكيد لازم من دبت انقله للكريدت. فهمتوا علي كيف؟ السؤال الأخير، السؤال الأخير بيحكي لك for the year 2020 mini reported a net loss. طيب الشركة اللي أنا مستثمر فيها بيحكي لك هون إنها إيش؟ إنها طلعت خسائر بمقدار 50 ألف، تمام؟ طبعا أنا كشركة ماكسي كومباني إلي نسبة 20%، صح؟ فبضرب 50 ألف بنسبة 20% بيطلع خسائري أنا 10 ألاف. طيب في حالة اللوس كمان، هاي في حالة اللوس، طيب أنا طلع عندي خسائر في حالة اللوس هون، صح؟ الإيكويتي إنفستمنت رح تقللها لأنه عندي خسائر مستحيل تزيد،
بما انه عندي خسائر. فنفس الشيء الايكويتي انفستمنتس بيضلوا بالكريدت بمقدار قيمه الخساره، والانفستمنت لوس انفستمنت لوس 10,000 تمام بحطه بالديبت، لانه اللوس بتزيد وين؟ بالديبت تمام، والجين راح يكون بالكريدت. اما بما انه عندي هون لوس راح ازيده وين؟ في ال 10,000 في الديبت، والإكويتي انفستمنت راح تكون في الكريدت بمقدار 10,000. طبعا لغاية هون احنا بنكون خلصنا المادة تقريبا كلها، إلا إذا الدكتور أنا لغاية يعني أنا اليوم السبت أنا اليوم بشرح المادة السبت، يعني ممكن الدكتور يعطينا أشياء إضافية إن شاء الله، إذا قدرت راح أغطي لكم إياها أكثر وأكثر إن شاء الله. بس لغاية هون إن شاء الله المادة كثير سهلة. حاولوا أهم إشي بالمادة إنك يعني لو درست على السلايد السلايدات أنا كثير يعني بنصح فيها، لأنها بتعطيك الإشي اللي بدك تحفظه مباشرة أو تدرس عليه بدون ما تدور عليه بالكتاب ماشي. فأهم إشي تحلوا أسئلة الإكسرسايز والبروبلم الموجودة في الكتاب، وإن شاء الله بالتوفيق. السلام عليكم.